السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدوتتنا النهاردة مع عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين قصة أديب، باختصار حكاية شاب ذكي شكله قبيح جدا يترك مصر ويذهب لباريس، تحدث له مفاجآت عديدة وتنتهي القصة بمأساة. يلا نعرف التفاصيل. أولاً، عميد الأدب العربي بيصف لنا الشخصية دي وما قالش اسمها، ولكن دايماً يقول أديب. بيقول لنا أديب بيتميز بعدة أشياء، إنه بيتأثر بكل شيء من حوله، فنجد الأشياء من حوله تثير في نفسه الخواطر، ولا يقدر أديب أن يعيش إلا إذا كتب هذه الخواطر. فالكتابة عند أديب تشبه الأكل والشرب، حتى في النوم نجد إن أديب بيشعر بأحاسيس وخواطر، وهذه الأحاسيس والخواطر صالحة لكي تكون قصة. تمام؟ أديب ذكي جدا، والأول على البكالوريا، الأول على البكالوريا وهي كلمة تقال على الثانوية العامة زمان، ويذهب إلى باريس يستكمل الدراسة الجامعية، ولكن البعثة لفرنسا تشترط لابد الطالب الذي يسافر يكون غير متزوج، فتثور في نفس أديب ثورة، هل الكذب أم الظلم؟ هل أكذب وأقول أنا لست متزوجا، ولا أظلم وأبتعد عن زوجتي واستخدم الطلاق؟ أديب يقرر إن البعثة التعليمية إلى باريس أهم من زوجته، رغم إن زوجته إنسانة طيبة ومحترمة وتحملته كثيرا. فنجد أديب بيضع لنفسه حلول وأعذار، ويقول لنفسه سأطلقها. لماذا أطلقها؟ لأنني لا أستطيع الوفاء الكامل لها في باريس. يعني إيه الوفاء الكامل؟ الوفاء الكامل عدم الخيانة الجسدية وعدم الخيانة القلبية، فهو يعلم أنه لن يخون زوجته خيانة جسدية، ولكن سيخونها خيانة قلبية، فأكيد سيتعلق بفتيات، قلبه بفتيات عندما يذهب إلى باريس. ونجد إن أديب يقول لنفسه ويعترف إنه سيفقد جزءا من العادات والتقاليد الشرقية عندما يذهب إلى أوروبا. وفعلا حياته بتتغير، حياة أديب تتغير، وأصبح يعيش حياة جديدة. إيه هي ملامح الحياة الجديدة؟ يقول عميد الأدب العربي طه حسين إن حياته في باريس أصبحت لعبة، لعبة بيد معاهد العلم ومنازل الهوى. يعني شوية ذاكر ويهتم بالدراسة، وشوية يلهو ويلعب وإيه ويحب النساء. ونجد
إنه غرق في حياة الله والعبث، فنجده ارتبط بعدة فتيات، فكان يقضي النهار معهم وفي الليل يذهب إلى الحانات. ونجد إن أديب بيفشل في الدراسة ويترك الاختبار لأنه أصبح مشتت بين العلم واللهو، وأصبح غير قادر أن هو يوازن بين الحاجتين دول. فحياة أوروبا أخذته وضيعته، وأصبح إنسانا غير الإنسان اللي كان يعرفه لما كان في مصر. في النهاية لازم نعرف إن أي إنسان أديب أو شاعر لابد إن هو ما ينساش رسالته الأدبية والعلمية ويغرق في بحر اللذات، وهكذا غرق في بحر اللذات. وكانت نهايته مؤسفة جدا، إن هو أصيب بمرض نفسي وعقلي، أصبح يتخيل أشياء وتحدث له هلاوس ويعتقد إن الجميع ضده، وأديب هي قصة فيها كتير جوانب نفسية. يعني من أهم الجوانب النفسية إن الإنسان لابد إن هو ما يقعدش يعطي نفسه أعذار عشان يفعل الأخطاء. فهو كان مقتنع إن الطلاق، أديب كان بيقول إن الطلاق لحميدة مراته شيء ضروري، لأن هو هيخونها، وإن هو ما يقدرش يبقى وافي ليها، وإن قلبه هيتعلق بالبنات. وان هو ضعيف، وبرغم كده وهو شايف ان هو ماشي في الطريق الصح، لان هو هيصدمها معاه، لان هي مش هتتحمل خيانته اللي هي ايه، ان هو قلبه يكون متعلق بالفتيات. بس ده طبعا كلام غلط وكده، لان هي حميدة كانت بتحبه، وكانت يعني كان عندها امل ان هو يرجع لها تاني، هيدرس شوية من الوقت، بعض من الوقت، وبعدين يرجع لها تاني. بس هو ما كانش عايز كده، هو عايز يهرب بأي طريقة، وبيرضي نفسه وبيحط لنفسه أعذار، بيقول أنا مش هقدر أوفي ليها وهتعرف على بنات. عشان كده وبيعتبر إن ده خيانة. ما هو كان ممكن يعمل توازن بين يعني الدراسة والحياة هناك، ويحاول على قد ما يقدر ان هو ما يغلطش، ولو غلط مرة ما يكبرش الموضوع، انما هو في باله لا انا هغلط وانا وحش وهي ما تستهلنيش وانا انسان فاسد. لا، كان ممكن يعمل توازن، يحاول يوازن بين الحياة اللي اتربى عليها والحياة في الغرب، بس هو ما قدرش يعمل كده. هو كان عايز يسافر ويهرب ويدي نفسه أعذار ويقول لنفسه إن الطلاق ده هو الحل، وفي الآخر نهايته مؤسفة، نهايته درس لكل إنسان